واش اخوتو عدنا من جديد، واليوم غادي نهضروا على اكثر لعبه دايره الجدل هاد السيمانه هادي، اولا غير التريلر ديالها درت شي كامل. ما فاش غادي تنزل اللعبه كامله عرف الله شنو غادي يطرا. ويل ماشي هاد السيمانه هادي، سيمانات هما دازوا عليها ولكن غير حيتاش هاد الفيديو هذا كان خصو يتلاح شحال هادي السيمانه اللي فاتت، داكشي علاش كنت كاتب سيمانه في السكريبت. وحيتاش انا عكزان ما صححتهاش، ولكن ما عكزانش انني جيت سطر اخر نشرح لكم. anyway ما غاديش تفهمني غير بلا ما تحاول، حيت انا ما فاهمش راسي دابا. فبما اننا كنهضروا على الغبور، بغيت نقول لكم سوري على التعطيله. ديجا كنت قلت لكم باللي كنت مريض، ولكن ديك المره كنت مريض في حلقي، ولكن دابا مريض في قلبي. صافي بقيت عليا ما تهضرش ما تهضرش ما تهضرش حتى جاني اكتئاب. صافي هادشي اللي بغيتي دابا، يلا ارتاح. عموما اليوم غادي نهضروا على جي تي اي 6، شنو طاري، شنو الروينه اللي نايضه، وشنو الدراما اللي طاريه في روكستار دابا. وايضا غادي ندوز للتعليقات ديالكم الاسطوريه، حيت ديجا كنت كتبت لكم في فيسبوك كيفاش جاكم التريلر، وفريمون جوني اراء مثيره للاهتمام وتستحق تدوز في الفيديو. وانا عارف الفيديو متعلق بالجيمينغ شويه، حيت غادي نهضروا على واحد اللعبه معينه، ولكن ثق بيا واخا تكون واحد الشخص اللي ما عندوش مع الجيمينغ كاع، غير تفرج وكان واعدك غادي يخلي هذا الفيديو هذا مناسب ليك، واخا ما عندك حتى شي علاقه بهذا المجال هذا غادي تفهم مزيان فايش جالسين كنهضروا، وما تخافش اي غاتي. فبلا ما نزيد نطول عليك اكثر، يلا نبداو الفيديو ديالنا. غنبداو القصه من الاول، ماشي من الاول كاع، ولكن غنبداو غير بالضبط من عام 2013 فين خرجت واحد اللعبه اللي غادي تهرس العالم كله، وغادي تدخل مفاهيم جديده للعالم ديال صناعه الالعاب، وهي جي تي اي 5. وديجا كانوا خارجين نسخ اخرين مثلا واي سي تي، جي تي اي 3، سان اندرياس، جي تي اي 4، واخا كل وحده فيهم كتكون فيها شي نقله معينه، ولكن جي تي اي 5 كانت مختلفه كليا وسابقه وقتها بزاف، يعني فيها شي ميكانيكيات وتقنيات اللي كانوا سابقين المنافسين ديالها كاملين في ذيك الوقيته. وهذا النجاح اللي حققته ماشي كنقولوا حيتاش اللعبه عجباني مثلا ولا شي حاجه، لا لا، هي وي اللعبه عجباني وكاس كنختمها دابا، ولكن ماشي هذا الشيء علاش كنقول هي لعبه ناجحه. هذا النجاح كيبان في الارقام، حيت روك ستار غادي تقدر تبيع 190 مليون نسخه من جي تي اي 5 ليومنا هذا. وباش تقدر تستوعب عزيزي المشاهد الرقم شحال كبير، غادي نقارنها مع جي تي اي 4 اللي كانت قبل منها اللي باعت منها فقط 6 مليون نسخه. نقولوا مثلا سان اندرياس اللي كانت مشهوره بزاف وكنعرف ناس مزيانين كيلعبوها حتى لدابا، باعت منها يلا 27 مليون نسخه. فبديت كتقيس معايا الرقم شحال كبير ياك، ولكن راه مازال ما قلت لك والو في الارقام. الارباح اللي مدخله روك ستار من جي تي اي 5 ومازال كتدخل منها لحد الان، واللي هي وسمعني مزيان حيت غادي تبغي تحك ودنيك من بعد هذا الرقم هذا، يسحب لك غلطت ولا شي حاجه. نو ما غلطتش. 8 مليار دولار من لعبه واحده ومازال كتدخل فيها لدابا 10 سنين، ومازال هذه اللعبه هذه كتدخل لروك ستار الفلوس. واش متصور معايا صاحبي؟ وايضا باش يبان لك هذا الرقم شحال كبير عزيزي المشاهد، غادي نقارنوها بجي تي اي سان اندرياس اللي جابت فقط 60 مليون دولار. فهنا دابا وي واخا ما تكونش عمرك شتي هذه اللعبه هذه، غادي تقدر تقول باللي كانت من بين انجح الالعاب اللي صنعتها شركه روك ستار. سو بالمنطق هاد السلسله ديال جي تي اي ما خصهاش تسالي، بالعكس خصها تكمل حيت الناس عاجبهم، وايضا حيت كتدخل الفلوس للشركه ياك. دازوا سنين مورا ما خرجت جي تي اي 5، الناس بداو كيخرجوا بزاف ديال الاشاعات على جي تي اي 6، فوقاش غادي تكون، شنو غيكون فيها، ومعظم دوك التسريبات واغلبهم كانوا غير كذوب باش الناس كيجبدوا الانتباه وصافي. وايضا من المتوقع ان روك ستار كانت هي براسها اللي كتخرج شي تسريبات معينه باش تخلي اللعبه ريليفنت، تخلي الناس ديما كيهضروا عليها وما تنساش. من بعد غادي تدوز بالضبط 10 سنين على صدور جي تي اي 5، روك ستار غادي تخرج التريلر الرسمي ديال جي تي اي 6، وهنا فين الروينه غادي تطرا. غنعاود لكم واحد البلان طرا ليا انا في الوقيته اللي كان غادي يتلاح فيها التريلر، واللي هو نهار قبل ما يخرج كنت انا وصاحبي في القهوه جالسين، وكان طالع علينا القناه ديال روك ستار في يوتيوب، ودايره باللي التريلر غادي يتلاح غدا مع الجوج، وصافي تحمسنا وكنا دايرين لا غد لي غادي نجمع مع الجوج عندي في الدار باش نشوفوا داك التريلر مجموعين. وكانت عندي لافاك في ديك الوقيته، ولكن ما كنتش غادي نمشي، وضحيت بديك الحصه فقط باش نبقى جالس كنتفرج في التريلر فاش هي اللي غادي تحط. حتى كنتفاجئ ديك الليله صاحبي كيعيط لي وانا ناعس، قال لي نوض حمزه راه التريلر راه خرج. قلت له كيفاش؟ قال لي راه تسرب في تويتر، وفاش صافي روك ستار شافته بلي راه ديجا تسرب ما عندها حتى شي سبب انها تلوحو حتى الغدا، حيت اصلا كلشي غادي يبدا يشوفو دابا، وهي طلقوا ديك الساعه في يوتيوب. تقدروا تشوفوا في يوتيوب بطبيعه الحال، حيت كنظن ما نقدرش نوريكم بزاف منه، ودابا راه دار بكثر من 150 مليون مشاهده. هولي شيت. وايضا واخا التريلر تلاح قبل من وقته ما مشيتش لا فاكيني واي، كنت بغيتها غير سبه وصافي انا اصلا. وباي ذا واي الخوت بغيت نقول لكم بلي هاد الجيم بلاي اللي كتشوفوا دابا قدامك تيقولوا، نولي العوده، كيقولوا بلي مسرب من اللعبه الحقيقيه نفسها اللي غادي تنزل حتى 2025، وانا نمشي لكم دابا. واحد اللقطه انا لاحظتيها معايا شحال الذكاء الاصطناعي تطور في هاد اللعبه، لدرجه هاد الطونوبيل هادي ديال الام بي سي كانت باغا الدور، ولكن شافت بلي اللاعب جاي وهي تفراني بواحد الطريقه شبه حقيقيه صاحبي. وايضا
احترافيه، بحيث انها مضربات اللاعب اللي كان جاي من جهه اليمين، مضربات المركبه اللي كانت قدامه. هادشي كريزي صاحبي. ما متاكدش من المعلومه ديال بلي هاد الجيم بلاي بصح 100% حقيقي ومسرب ولا غير شي حد مصايب ولا لا، ولكن حاليا الناس كلهم في تويتر ولا في ريديت متيقين هاد الجيم بلاي هذا وكيهضروا عليه غير هو، حيت هو اللي اكثر واحد كيبان حقيقي بين كاع دوك التسريبات كاملين اللي كاينين. سو ديما خلي في بالك بلي يقدر يكون غير مزيف وصافي. اوكي وكنبغيك ديما تكون شاك، ما تبقاش تيق اي حاجه قال لك شي واحد. جي جي اي 6 غادي يكونوا فيها جوج شخصيات رئيسيين، البنت اللي سميتها لوسيا والولد اللي سميتو جيسون، ولكن البلان اللي هو لوسيا هي اللي غادي تكون تقريبا المحور ديال القصه، وفي واحد الوقيته كاع جيسون ولوسيا غادي يتفارقوا واللعبه غادي تبقى مركزه بشكل رئيسي فقط على لوسيا. يعني واخا تقدر تحس باللي وقت اللعب في الولد بحاله بحال وقت اللعب في البنت، ولكن هادشي ما كيعنيش انها عندهم نفس الاهميه في القصه، عكس اللعبه اللي كانت قبلها واللي هي جي تي اي 5 كانوا ثلاثه ديال الشخصيات وكلهم رجال وكلهم كانوا واخدين حقهم. وهذه اول مره روكستار غادي تخلي شي بنت هي اللي غادي تكون الشخصيه الرئيسيه ديال شي لعبه ديالها ولا البروتاغونيست. anyway دابا غادي نهضروا على التريلر نفسه دابا، وانا شخصيا صراحه عجبني. يعني نيشان واخا بزاف ديال الناس كانوا قبل شافوا شي تسريبات تخلعوا بحال فقدوا الامل، حيت يسحب لهم باللي جي تي اي 6 غادي تكون خايبه وغرافيكس عيان، بحال مثلا فاش كيكون شي انيم عنده الجزء الاول ديالو واعر وخطير في الرسم والتحريك، ولكن في الجزء الثاني كيردوه بحال شي قمامه هكايا. ما كنهضرش على ناناتسونو تايزاي اوف كورس. ولكن بالنسبه لجي تي اي 6 غير خرج تريلر شيت لوكس جود الصاد، كنقول لي الجرافيك شي حاجه خياليه، وكنظن غادي نبدا نجمع الفلوس ديال كار جرافيك من دابا باش بحال نقدر نشريها فاش تخرج ديك اللعبه. وباي ذا واي كاع داكشي اللي شفناه في التريلر هو حقيقي من اللعبه، يعني ماشي سينيماتيك ولا سي جي اي ولا 3 دي، نو هذاك هو الجيم بلاي هكا كيكون، كيكون مصور من داخل المحرك ديال اللعبه نفسه. يعني فاش غادي تجي تلعب غادي تلعب بهذا الجرافيكس هذا اللي كتشوفوا دابا وربما احسن. المهم غنهضروا على الجرافيك من بعد فاش غادي ندوز لدوك التعليقات ديالكم. بغض النظر على الانتقادات اللي جات اللعبه من طرف المسلمين، وكنت فاهمها صراحه وماشي غير كنت فاهمها ولكن متفق معاها بناء على انني حتى انا شخص مسلم طبيعة الحال، وكيف ما قال هاد الدري هذا من البوست اللي حطيتكم في فيسبوك على كيفاش جاكم التريلر، هضر وقال بلي داكشي اللي بان هو فقط تصوير حقيقي لشنو اصلا طاري في ميامي، حيتاش معظم مشاهد العراق واللي غير اخلاقيه شويه ولا بزاف كانت في ميامي يو نو. فمايمكنش هما مصورين في واحد البلاصه اللي معروفه بهادشي هذا ويجيبوك مثلا شي واحد لابس حوايجو ما عرفتش شنو الناس كانوا متوقعين بالضبط. مثلا كون كانوا غادي يمثلوا شي منطقه عربيه وداروا هكايا في ديك البلاصه فهادشي بطبيعه الحال غادي يكون غير مقبول بتاتا واللعبه 100% غادي تقاطع من طرف العرب. وكيف ما هما ثقافتهم دايره هكا مايمكنش تجي تقول لهم لا لبسوا البنات الحجاب في البحر، كاينش حاجه في ميامي ماي براذر كمان. ولكن اللي فريمون مخلوع انا منه صراحه واللي بصح مقلقني هو اللي غادي يقول ادم، قال باللي كانت بانت شي لقطه في التريلر انا ما رديتهاش البال صراحه، فين كان واحد الراجل كيشابه بالنساء يعني من الناس الملولين، وهذه صراحه غادي تكون ضربه قاضيه بالنسبه ليا، حيت انا عارفهم كيبغيو الرجوله هاد الافكار فين ما كان. يعني فين ما مشيتي وليتي كتلقى هاد الافكار هادو، لا في السينما لا في الميديا لا في البرامج ديال الدراري الصغار صاحبي والكارتونز ديال الدراري الصغار كتلقى فيهم هاد الافكار هادو. ولكن في جي تي اي الجيمنج شنو دار ليكم؟ ما فهمتش صاحبي، الجيمنج اسمى وارقى من ان تطبق عليه هاد ايديولوجيات هادو. ما عرفتش علاش ضروري خصهم يدخلوا دوك الافكار في اي حاجه، ولكن المهم كثروا اللي هو من عند روك ستار نفسها وفي السلسله ديال جي تي اي ما غاديش نتقبلها باش نكون معاكم صريح. وطبعا كيف ما قال حاتيم اللعبه ما غاديش تكون ديال الدراري الصغار، هذه حاجه اللي واضحه كنظن ما محتاجش انني نشير ليها اصلا غير من التريلر راه باين كل شيء. ولكن النظريه اللي فري حركاتني من بلاصتي واللي هي هذه، قال ليك باللي البطله تقدر تكون في الحقيقه دري ولكن متحول، حيت لاحظ باللي كاينه تفاحه ادم في حلقه. اوكي اوكي. وقال لك باللي المطورين براسهم قالوا باللي غادي يناقشوا امور سياسيه في اللعبه، الامور السياسيه بالنسبه للغرب هي الالوان، شنو غيكون مثلا؟ سو يا علاش كتضحك اصاحبي؟ فكرني غير في واحد الدري ويليك والحمد لله منين غبر راه تكونوا كتعرفوا. لا علاقه بحال شي مود من جي تي اي 5، اما الجرافيك كاين تحسن ولكن ماشي شي حاجه. نقدر نتفق معاك صراحه حيت في التريلر ما بانش احسن جرافيك اللعبه، يعني الا جينا نشوفوا الجرافيك ديال ريد ديد ريديمبشن الثانيه كيبان ليا احسن بزاف من جي تي اي 6. ولكن خاصك دير واحد الحاجه في بالك وترد ليها البال، ولهذا هو اول حاجه تريلر الاول ومازال عام كامل باش تخرج اللعبه. اما الجيم بلاي اللي شفتي هو البري الفا اللي معروفه كتكون بطبيعه الحال اسوء من اللعبه الاصليه وكتكون عامره اغلاط الى اخره. مثلا اذا بغينا نقارنوا هذا التريلر هذا بجي تي اي 5 ما خصناش نقارنوا البري الفا ديال جي تي اي 6 بالبرودوي النهائي ديال جي تي اي 5، فهمتي؟ خصنا نمشيو نشوفوا البري الفا ديال جي تي اي 5 كيفاش كانت، وهنا نقدروا نديروا مقارنه صحيحه وطبيعيه، وهكا كيبان البري الفا ديال جي
جي تي اي 5 هو النجم. شو ليكم من 10 سنين هذه، شوف اللعبه كيفاش كتبان وقارنها مع البري الفا ديال جي تي اي 6. فمن هنا يا غادي تقدر تعرف بلي جي تي اي 6 فاش غادي تخرج غادي تكون هربانه. فكمون البنان ديال الجرافيك ناجلوا الهضره عليه حتى نشوفوا النتيجه النهائيه، وديك الساعه نقدروا نبداو نناقشوا في ديك النقطه. اما دابا راه ما بين والو. عموما شكرا بزاف على التعليقات ديالكم في هذا البوست هذا، وايضا شكرا لاي واحد خدم وقته ومشى كومونطا تماك. عارف راسي خبرت مزيان، وهذا الشيء غير غادي ياثر على الهدف ديالنا للاسف. وانا عارف هذا الشيء فريحه زين، ولكن حياتي حاليا كدوز من واحد المرحله خايبه بزاف، وكنحاول شحال ما قدرت لاهي راسي وندير لكم فيديوهات، ولكن ما كنقدرش. ولكن غادي نحاول نرجع نفس الريتم اللي كنا فيه. اوكي الموضوع ديال الفيديو الجاي غادي يكون زوين بزاف، نبغيكم كاملين تكونوا حاضرين ليه. شكرا بزاف حيت وصلت حتى لهنايا، كنقدروا بزاف. شكرا للداعمين ديال القناه واي واحد كيخلي لايك واشتراك في القناه. ايضا سير شوف فيديوهات اللي فاتوا، انا متاكد غادي يعجبوك. ما يكونوا كيبانوا لك دابا في الشاشه. كان معكم بلاك، نشوفوا فيديو جديد وبيس.